الله خير يا شيخ. احنا قلنا سؤالين يا شيخ، هل نسأل كذلك آخر سؤال؟ ما رأيك يا شيخ على من يكفر حكومة التوحيد في المملكة ويستدل على ذلك ببعض الأخطاء الشرعية ويتهم حكومة السعودية بالعمالة والنفاق وينسى أو يتناسى عمدا دور هذه الحكومة على مر السنين الماضية في بناء المساجد في مختلف أنحاء العالم وخدمة الإسلام الصحيح ونشر كتب التوحيد والسنة بما لا يقاربها أي حكومة، مع تبجيل وتكريم العلماء المشهور لهم بصحة المعتقد ومساعدة المسلمين المحتاجين المنكوبين في جميع أنحاء العالم ودعم الجهاد المشروع؟ تفضل يا شيخ. الذي يكفر هؤلاء هو ومن يكفر الصحابة سواء، لأن هؤلاء خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، ويقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ويقول صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. فمن يكفر هذه الدولة فإنه يعتبر خارجيا مثل الذين كفروا الصحابة وخرجوا عليهم وقاتلهم علي بن أبي طالب ثم قاتلهم الأئمة معنا. Well, I am.